بتنفذوله كطلباته؟ نعم، احتراما للموت. وبلكي طلب يتجوز بنت السلطان. ما بيسترجي. ليش ما بيسترجي؟ احترام السلطان اقوى من احترام الموت. ما بيسترجي، منخطف روحه. ما انتو هيك رح تخطفوله روحه. اسكتي يا حرمي. قولتك مصاهره السلطان بتودي عجني. انصتي. ذكرتني بايام حرب بن عثمان، كان رجال ميت من الجوع، لقطوه قال هو خان السلطنة، علقوا له المشنقة قبل ما يدندوه، سألوه شو طالع عبالك قبل ما تموت من الجوع. تناولي مرسال ابنك حسب الاجراءات المعنية. انت شارينا جزمك؟ شو بتريدي؟ بلا تقرا لي هالوصية. بي الله يرحمه لو كان عارف بدي يصير اقرا مع عريض السلطنة كان بعتني على المدرسة. قرأت الوصايا ممنوعة. ليك عندي مقلب كشف وقورمة، شو رأيك خصك الطاسة ونقعد نسولف بالوصية؟ ممنوع. بشركين تحت المخدي بعطيك اياهم. بس يا حرمي إذا عرف الشيخ وينك شو بيصير؟ وإلك تعبك من القريب، الله يرضى عليك. بس لا را القرية موهبة، رايا فخر نقرا. أمي الحنوني بيته يقبرني شو كانت حساباته عالدروبي. قبل ما ودك بطلب منك طلب، هو انك توصلي مرسالة لوالد رابس عبد الرحمن العظمي وتقولي له انه الشيخ من يانس قرر يعلقني بالمشن. والد رابلس قبل ما يصير والي كان رفيقي، كنا نلعب سوا بالنقايفة ونعفر المشمشات، وكان وعدني بمأمورية بولادي. بتأمل تساعديني، ما إلي غيري. قبل ما يسبق السيف العزل بتمنى نرجع نلتقي وصميني لصدري. هالمرة أكثر مرة بعمري بحس بقيمة هالكلمة. الدنيا أم، بتمنى يكون حنانك يا أمي أقوى من غدر خيي بربك.